يا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ صافا عليكم كلشي؟ وهداك اليوم غادي نجربوا الحدث الجديد اللي دارتو كونامي في التحديث، اللي هو 3 في 3 ولا 2 في 2. دخلنا الشخص اللي معانا عنده مشكلة واعرة، تبدأ المباراة على بركة الله. الشخص اللي معنا باين فيه كيلعب مزيان، الهدف الأول تصدي تصدي، ولا ما عرفت وقيلة عندهم الحارس ديالهم هو يان أوبلاك وقيلة. خطيرة، دي ماركو، هرنانديز، يوهان كرويف، والهدف الأول فينيسيوس. تحديث أسطوري ديال بيس، أسطوري إن شاء الله. انتظروا المحتوى غادي يكون واعر، وما تنساوش لايك سبسكرايب، وشكرا بزاف اي واحد دعم القناة من البداية ديالها حتى لدابا. شكرا اي واحد. استلام ضعيف من كيليان مبابي، ولكن استرجعنا كرة، كرة مشات عاوتاني كيليان كيليان كيليان. وريبونا ريبونا من الرفيق ديالنا في المباراة، ولكن ما استغليناهاش للأسف. جواو كانسيلو، فودين، دي ماركو، كيليان، لا لا لويس فيغو، تقطع من لويس فيغو، تعود هالاند، ايرلينغ ودي ليخت، ماتياس دي ليخت. تمريرات قصيرة، دي ليخت، باتريك فييرا، مشات الفييرا، مشات رجعات مرة أخرى، كانسيلو، عرضية كانسيلو، فودين، وتسديدة من فودين، حارس، أولالا أولالا أولالا. حقيقة طمعت، طمعت كان عليا نباسي الصديق ديالي، ولكن ما مرتش ليه. نتمنى انه يسمح ليا، حيت هي عباره عن لعب جماعي، كل شخص يلعب. ما عرفتش علاش اللاعبين كتدخل بين الاقدام ديالهم بهذه السهوله هذه. ماتياس دي ليخت، ومن موراه ديريكت فرنانديز. كاسياس. نهاية الشوط الأول، نتيجة 1-0. أنا متفوق على الصديق ديالي لأنه ما مسكش كرة بزاف، كنت كنطمع حقيقة معاه. أساطير اللي ضدنا دايرين مباراة واعرة، الحارس ديالهم بيتر تشيك، كان صحابني أليسون، لكن لا ماشي أليسون، ميتر تشيك، تشيك أسطورة، تشيك كاينين بزاف، كاينين بزاف ديال
الناس اللي عندهم تيكون كيلعبوش كيقولوا لك كاينين زعما حراس حسن منه ديال المرمى، ولكنني في وجهة نظر ديالي تشيك واعر من ماشي كيبحال زعما النسخ ديال الوقت القديم كيبحال هادو ديال الليجن كيكونوا واعرين، ولكن اخر نسخة راه كانت كارثية، جميع المستخدمين في زعما كاع كينتقدوها تسلل. الشخص اللي معايا حقيقة كيلعب كيعطيني تمريرات مختلف، الخصم اللي معايا في نفس الفريق والخصم اللي ضدي حتى هما محترفين، ولكن الخطة ديال خمسة في الدفاع مكتعرفش بزاف ديال لي زوبسيون في الهجوم. فينيسيوس ولا لا ضائعة. دي ماركو كليان فاز، دي ماركو فاز تمريرة خاطئة من فرنانديز تقطع دي ليخت راح فودين قطعت من فودين اوي فودين. دي ماركو لا خطأ دفاعي قاتل. كليان وتسديده كليان والهدف هدف للأسف خطأ مني، خطأ كارثي مني حقيقة. ودخله نجح في تسجيل أول هدف لفريق الخصم، أصبح النتيجة تعادل سلبي 1-1، لكن إن شاء الله نسجلوا أهداف أكثر. دي ماركو تمريرة فودين راح فودين تمريرة كليان لا كارثي كليان. دي ليخت تمريرة خاطئة، روبين دياز دي ليخت، كرويف يوهان تمريرة من كليان وتسديدة في القائم كرة في القائم للأسف. باتريك فييرا راحت باتريك، التمريرة من دي ماركو تمشي كورة فودين يخسر السرعة الهوائي فودين، التمريرة من إيرلينغ قطع روبين دياز، رجعت مرة أخرى قطعت من روبين دياز. باتريك فييرا وهالاندو تدخل دفاعي من جواو كانسيلو لويس فيغو تمريرة في العمق لويس خطيرة من لويس، تمريرات لويس فيغو سم حقيقة. فرنانديز راح جواو كانسيلو قطعت مرة أخرى، خطيرة هذه راحت لكورنير أو ركنية لفريق الخصم، بقيت بضع دقائق على نهاية المباراة، هل ستسجل هذه الرقية والإبعاد من فرنانديز؟ رجعت مرة أخرى إيرلينغ قطع دي ليخت، خطأ دفاعي تمريرة قاتلة كاسياس راح نلعب على الهدف، وانتهت المباراة ربما أشواط إضافية. انتهت المباراة بالتعادل السلبي 1-1، خصوم قويين حقيقة، التعادل كان صعب، مباراة كان صعبة 150 نقطة. وإلى هنا نكون قد انتهينا من تجربتنا اليوم، وأمل أن يكون الفيديو أعجبكم.
لا تنسوا اللايك والاشتراك، وأراكم في فيديو قادم. شكرا لكم جميعا.